واحد المعاينه وهذه المعاينه ديال السكنيه ديال حي اناتي. ها هما واقفين وها هما امامنا كيطلبوا على هذه الحاله اللي فيها هذا التوزيع ديال اناتي اللي دابا محصورين. وهنا ربما راه تيوقعوا لي غريساج، تيوقع الاغتصابات، تيوقع هذا، تيوقع شي حاجه، تتوقع السرقه. راه هنا تنصبوا راه هذا راه النوع هذا خصنا نحاولوا كيفاش نحلوه، على الاقل نديروا ممر ولا جوج. بعض الناس راهما تيطلبوا ممر ولا جوج، السيد العامل ولا السيد العمده على هذه الحاله هذه. انا راه الناس تيشوفوا باش نشوفوا هذه الحاله هذه اقرب ما يكون. شكرا. وكنطلبوا التعليمات صاحب الجلاله نصر الله واياده، تيقول حلوا مكاتبكم واستقبلوا مواطنكم وحلوا مشاكلهم. رحنا راه من المنسق العام الجهوي لجهه الدار بلا الدار، رحنا دابا كنتوجدوا حي اناتي توزيع اناتي. وشكرا. معكم صافي توريه خويا، حنا طالبين سكيبه، طالبين طريق. الله يرحم الوالدين، ديروا معنا شي حل على الطريق، راه حنا مكرفسين، كنتعطلوا بالليل وما كنقدروش نخرجوا. وشكرا. كاين الكريساج، كاين بزاف ديال الحوايج كيوقعوا لنا في الطريق، ومعنا وليداتنا الله يرحم الوالدين. ما مر ولا جوج الله يرحم الوالدين. مغلوقه علينا الطريق بزاف ومكرفسين، هذه عامين وحنا كن دائما مكرفسين في الطريق هذه، الله يرحم الوالدين، ديروا معنا شي حل. انا من هذه الساكنه ديال المشروع ديال السلام واحد او السلام ديال جوج، كنعانيو بزاف من هذا الممر ديال باش غادي نخرجوا للشاطئ. انا كشيفور سائق سياره باجره، كندور واحد الدور باش غادي نجي لهنا للمنزل ديالي، والصباح كنوض مع الربع على الروب، كنوض يعني خايف من هاد الكريساج هنا، وسدوا علينا. دابا راه كنعانيو مده واحد يعني واحد 8 سنين وحنا كنعانيو من هاد الممر، هما سادين علينا. انا بغا غير ولادنا يمشيو للحانوت، خاصو يسافر، خاصو طوبيس اولا طاكسي باش يدور دورو عاد باش كيجي. حنا دابا الله يجازيكم بخير، حنا كنطلبوا الممر من هاد الناس، من هاد دخلوا هاد الناس ديال السلطات باش يخليو لينا الممر منين تخرج هاد الساكن، حنا راه مضرورين بزاف. هذا هو اللي كيقول السلام عليكم ورحمه الله. كشخص ساكن هنا سميتي محمد، كنطالبوا بهاد البلاصه هادي، كاين فيها الممر في البلان ديالها، كاين فيها الممر، كاين مخرج اللي الانسان يمشي ويجي، ما كتدخلش فيه الطوموبيل غير رجلين. وهاد الناس باغيين يسقطوا، الا كانوا غادي يسقطوا ماشي مصلحه ديالنا حنا. حنا ماشي مصلحتنا، خاصو يبقى لينا الممر ديالنا منين نمشيو لا حنا لا ولادنا. ولادنا لا بغا يمشي للخدمه، بغا يمشي للخدمه، بغا يمشي للمدرسه، فين ما بغا يمشي. اي واحد جا بغا يدخل من هنا كيدخل كيقطع، ما باش تجيب الدوره من الفوق حتى للراس حتى لهنا راه ما يمكنش. هاد السيد هذا اللي غادي يسكن في هاد البلاصه، اللي غادي يشري في هاد العماره، الا جا باغي يدخل خاصو يطلع حتى للراس حتى للشارع غادي يهود من هنا باش يجي. وعلاش ما يكونش الممر من هنا؟ علاش ما يكونش الممر من هنا؟ علاش؟ حنا تنشوفوا السكنيه ديال حي توشي اناتي، ما سمعتوش الناس تيشكيو وتيشكيو وتيشكيو، حنا تنطلبوا من المسؤولين السيد الوالي جهه الدار البيضاء والسيد عوده جهه الدار البيضاء الدار باش يشوف هاد الحاله اللي فيها هاد الناس هادو، ديال الا بغى يخرج غير يجيب شي حاجه يصيفطوا له خصو يصابر، خصو يشد الطاكسي او ياخذ ولا ياخذ الطوبيس باش يدور باش يدخل للحي ديالو. حنا دابا تنشوفوا ممر وراه كاين ممر، راه كاين في البلان كاين ممر لهاد الناس، هذا راه كاين ممر لهاد الناس. حنا تنطلبوا دابا من السيد والي جهه الدار البيضاء والسيد عمده جهه الدار البيضاء والعامل ديال اناتي باش نفضيو هاد الحاله هادي. حنا تنطلبوا تعليمات صاحب الجلاله، حلوا مكاتبكم واستقبلوا مواطنكم وحلوا مشاكلكم. اسمح لي، حنا الوقت ديال الله بداو تيحفروا، الوقت ديال الله بداو تيحفروا هنا. سمعنا بين ما غادي تسد هاد الممر هذا، وقفنا عليه، عيطوا على السيد اللي تيحفر، عيطوا عليه، وجاب البلان وكاين هو وكاين المخدم وكاين الناس، هما ما كاينينش غايبين قدامي. ومشاو معاه حتى لعند القايد وحط لهم البلان، قال لهم الممر كاين، في البلان كاين الممر، ما نحيدوش. علاش اليوم غادي يحيدوا علينا؟ وهذه النهار الأول يلا كيحفروا. سمح لي، النهار الأول ملي كانوا كيحفروا كان جا القيد بالنفس ديالو ديال الحي وتيقول لهم راه عندكم ممر ولا جوج. سمعتيني؟ مشينا عندو حتى الجماعة، مشينا عندو حتى هذاك الواد حار إليمينو هذا، مشينا عندو حتى الجماعة، مشاو عندو الناس حتى الجماعة، الجماعة وقال لنا البلان كاين فيه الممر، كاين المدخل ديالكم اللي تمشيو وتجيو.
ودابا القادوس اللي كان هنا كان غادي خارج ديريكت تحيدوها بالطول تاعها. حبوا الوقت ها هو الحار تحيد واحد الوقت غادي نقولوا حنا لاعبين فوق الخمس واحد الوقت غادي تبنى العماره ويتسد حذفوه ويجي بروجي اللي دايرين هما اللي دايرين معاهم القادوس اللي كان تما الفاضي ما بقاش يدير كاين شي حاجه واحد الوقت غادي نبدا نلعبوا الفيديو هذا نرجعوا لكم اللي والله سبحانه وتعالى. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.